معنا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير. إياد، آخر التطورات والمتابعة لكل ما يجري وآخر المواقف الأمريكية بعد التفجيرين اللذين طالا مطار كابول بالأمس، مع إصرار الرئيس بايدن على استمرار عمليات الإجلاء ويعني انقضائها في ضمن المهلة الزمنية المحددة. نعم، بالأمس وجه الرئيس جو بايدن كلمة للشارع الأمريكي. خلال هذه الكلمة أكد بأن الولايات المتحدة سوف تأخذ بثأرها من تنظيم داعش فرع خراسان الإرهابي الذي قام بهذه العملية، وأكد بأنه لغاية الآن ليس هناك أي دليل على وجود تواطؤ بين حركة طالبان وحركة وداعش الإرهابية. إضافة إلى ذلك، حاول الرئيس الأمريكي في هذه الكلمة ليس فقط طمأنة الشارع الأمريكي بأن الولايات المتحدة سوف تنتصر، وقال بأننا لن ننسى وسوف نلاحقهم، لكن كذلك أكد على الدور السياسي الذي يلعبه الآن، وقال بأن إدارته ورثت حملا ثقيلا، وبأن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هي من وقعت هذا الاتفاق، وأن موعد الانسحاب كان أبكر من ذلك، لكن إدارته حددت هذا الموعد. إضافة إلى ذلك، النقطة المهمة في خطاب بايدن أنه فصل بين موعد انسحاب القوات الأمريكية وإخلاء الرعايا الأمريكيين، حيث قال أن موعد الانسحاب سوف يبقى على ما هو عليه، لكن إخلاء المواطنين الأمريكيين سوف يستمر إلى حين إخلاء وإجلاء آخر مواطن أمريكي من أفغانستان وإعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، قال الرئيس جو بايدن بأن القوات الأمريكية لم تتعرض خلال الفترة الماضية إلى أي هجوم، لكنها تعرضت نتيجة الأعمال الفوضوية التي وقعت نتيجة هذا الحادث فقط. لكن بالمقابل هناك انتقادات واسعة وكبيرة لإدارة جو بايدن، سواء في الإعلام المحلي أو من قبل المشرعين، سواء الجمهوريين أم الديمقراطيين في الكونغرس، لأن هذا هو الهجوم الأكبر منذ عام 2013 على القوات العسكرية في أفغانستان، أي منذ ما يقارب 8 سنوات هذا هو الهجوم الأكبر. اليوم الإعلام المحلي يتحدث بأن جو بايدن عندما كان نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقع اعتداء كبير على القوات الأمريكية، واليوم عندما عاد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد 8 أعوام وقع أيضا هذا الاعتداء. وبعض وسائل الإعلام المحسوبة على الحزب الجمهوري يقولون بأن هذا ليس فقط فشل استخباراتي، لكن أيضا فشل في إدارة الرئيس جو بايدن. دعينا نذهب إلى الجانب المشرعي، سواء من قبل الديمقراطيين أو من قبل الجمهوريين. الديمقراطيين بعضهم وجهوا انتقادات كانت أقل قسوة من الجمهوريين، لكن بنفس الوقت الجمهوريين العديد منهم قالوا بأنه يجب في مجلس الشيوخ الأمريكي، لأن الآن هو عطلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، دعوا رئيسة مجلس النواب إلى دعوة المجلس من جديد خلال الأيام القادمة، وذلك لعقد جلسة قبل نهاية الشهر من أجل تشريع قانون يمنع الرئيس جو بايدن من سحب القوات إلا بعد الانتهاء من إجلاء كافة المواطنين الأمريكيين. هذه هي أبرز الأخبار السياسية من واشنطن. من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير، شكرا لك.